وفاة الشيخ سليمان المهنة رئيس المحكمة العامة بالرياض. توفى رئيس المحكمة العامة في الرياض سابقا الشيخ سليمان بن عبد الله المهنة، وأعلن ابن محمد المهنة وفاة والده عبر حسابه على تويتر قائلا: الحمد لله على قضائه وقدره. توفى والدي الحبيب الشيخ سليمان بن عبد الله المهنة، وسيصلى عليه بإذن الله بعد صلاة العصر في جامع البابطين بالرياض. أسألكم يا إخواني وأخواتي أن تدعوا له بالرحمة والمغفرة والعفو والرضوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.